تمام. أولا طبعا سلام عليكم للجميع، ودي فرصة طيبة فعلا إن أنا نجتمع الأصدقاء كلهم والسادة المهندسين العرب في هذا الإيفنت اللي دعيته بام أريبيا، واللي بشكرها طبعا لتبادل معلوماتنا الصغيرة ما بينهم وبين بعضينا، لعلها ولعسى يبقى في ميزان حسناتنا جميعا ونقدر ننتفع بيه احنا والمسلمين والعرب جميعا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور محمد الفران، كليه هندسه جامعه القاهره، واستاذ زائر في جامعه نورث كارولاينا بامريكا، كونستراكشن مانجمنت من 25 سنه تقريبا. حاليا انا الحمد لله يعني استشاري في مجموعه شركات حسن علام وسياكو وراسكوم ومعمار المرشدي لاداره المشاريع، وسي او لشركه زي بلد. هكون ان شاء الله هحاول ان انا اكون سريع، السيشن بتاعتنا خفيفه ونحاول نقدر نربب بس سريعا ايه فكره الاي بي دي او الانتجريتد بروجكت ديليفري، وايه علاقتها بالبم، وهي علاقه بسيطه جدا وهنشوفها سريعا مع بعضينا، وهل الكلام بتاع الانتجريتد بروجكت ده كلام منطقي وقابل للقبول التطبيق بشكل او باخر ولا لا. فاول حاجه نقدر نستارت ان شاء الله. تمام، دي الاجنده بتاعتنا، الحاجات الجديده عموما في الترندز، نيو ترندز في الكونستراكشن مانجمنت بالنسبه لنا، وهنمسك فيها جزء اللي هو الاي بي دي وازاي البم مع الاي بي دي عاملين فاتنج بشكل كبير جدا مع بعضيهم، وفي نفس الوقت ازاي نقدر قدرنا نطبق الكلام ده بالفعل في بعض المشاريع جوه مصر وبره مصر، وازاي ان احنا قدرنا فعلا نوصل بالانتجريشن ما بين الاي بي دي والبم ان احنا فعلا نوفر في تكلفه المشاريع وتكلفه الوقت بتاعها فيها. سريعا ان شاء الله. ايه المستجدات، ايه اشهر حاجات جديده موجوده على السوق بتاع الكونستراكشن مانجمنت تحديدا، ودي حاجات فيها طبعا بقالها اكتر من 15 سنه زي البم، ويمكن اكتر كمان من 2001 و2002، وان كانت بدات تشتهر عندنا في منطقه الشرق الاوسط بشكل كبير قوي في اخر مثلا 10 سنين فيهم. يليها فكره الانتجريتد بروجكت ديليفري، ودي فكره اللي هنتكلم عليها بالتفصيل النهارده، فكره الكلاود كومبيوتنج وازاي بنقدر نستخدمه في الكونستراكشن مانجمنت، ويقدر يساعدنا كتير قوي في اداره المشاريع الانشائيه والهندسيه بتفاصيل كتير. ثم فكره السنترال اوبريشن والدوكيمنت مانجمنت كورك فلو واجراءاتها، واستخدامات كمان الارتفيشال انتليجنس والذكاء الصناعي في مجال الكونستراكشن. يمكن النقطتين اللي هنتكلم في ان شاء الله في السيشن بتاعت النهارده هتبقى على فكره الاي بي دي وتطبيقهم والاستفاده فيهم. الفكره الرئيسيه، احنا كلنا كمهندسين مدنيين وناس اشتغلت بقالها فترات في الموضوع عارفين ان التراديشنال بروسيس بتاعتنا اللي موجوده في الكونستراكشن مانجمنت بتعتمد على المربع الجم اللي هو الاونر والديزاينر بتفاصيله، والكونتراكتور او الكونستراكتور اللي بيقدر يبنيها. ففي كذا طريقه من ضمنها الديزاين بيد اند بيلد، ودي اشهرهم بالنسبه لنا، يليها ديزاين بيد او ديزاين بيلد اللي هو ان الكونتراكتور والديزاينر بيبقوا حاجه واحده، ثم الكونستراكشن مانجمنت اللي هو بيدمج بعض التخصصات ما بينهم وما بين بعضهم، ثم في طبعا احدى الاشهر الطرق المعتاده فيها اللي هي التيرنكي بروجكت، ويمكن تحديدا فعلا بتبقى مشهوره قوي في محطات الكهرباء اللي هي الالكتروميكانيكال بتفاصيلها والكونستراكشن او الكونكريت وورك وخلاف التفاصيل، بس بتبقى كلها تيرنكي ك ديزاين والامبلمنتيشن والشوت دروك. لكن نتيجه هذه الطرق المعتاده صراحه على مدى
60 70 سنة اللي فاتت وجد في مشاكل كتير قوي، وبدأت الناس تقدر تحددها فعلا. ودي يمكن التراديشنال فيز ورك فلو المعتاد اللي احنا شايفينه، ان هو الاونر مع الاركتكت او مع الكونسلتنت عموما بيبتدي يحط مراحل البري ديزاين والسكيماتيك والديزاين ديفلوبمنت والكونستراكشن وخلافه، وهنا بيحط كل طرف بيبتدي جوين في مرحله من المراحل الثمانيه اللي موجوده عندنا واللي احنا كلنا عارفينها. دي كانت ايشيو الشهيره فيها صراحه. الايشيو دي ان هي حجم الكيرف اللي تحت ده اللي هو الكومن نوليدج ما بين كل الاطراف اللي موجوده دي بيفضل قليل جدا 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 لغايه ما بنبتدي في مرحله الكونستراكشن تحديدا، وده اللي في حد ذاته كان بيعمل مشاكل كتير جدا، وهن ايدنتيفاي كثير من مشاكلها، ان لا مش كل الاطراف فاهمه نفس الحاجه بنفس الطريقه بنفس اللغه، ومفيش اي وسيله تقدر تربط الكلام ده ببعضه. فده عمل مشاكل كتير جدا. كان بدايتنا صراحة اللي هو ايجن ريبورت، وده او سير ايجن ده كان استشاري او مستشار لرئيس وزراء انجلترا من اول 2005 تقريبا، وطلب منه ان هو يدرس سوق الكونستراكشن في انجلترا تحديدا، وفي تحليل كل المشاريع الانشائيه باحجامها بالكلام ده كله، ان في 30% من المشاريع بيحصل فيها زياده نتيجه الريورك كوست او اعاده التشغيل ولا البند ريورك وخلافه، ان في اكثر من 15% من المشاريع بيحصل فيها بادجت كوست، ان بيوصل في فيلير للاتشيفمنت بتاع الريكويرمنت المطلوبه من ناحيه الاونر او من ناحيه الكونسلتنت بتاعه ال 40% من هذه المشاريع، ان 60% من المشاريع بتزيد وبتتاخر بتزيد عن وقتها وخلافه، وان كمان في مان باور يوتيلايزيشن او انسفشنت يوتيلايزيشن من 40 ل 60%. ده وبنرجع ناكدها مع بعضينا، اعتقد كلنا متفقين على هذه الارقام بشكل او باخر، سواء في كل الدول اللي موجوده ومن ضمنها حتى طبعا الشرق الاوسط عموما، بل بالعكس يمكن في بعض الدول ممكن تزيد او تقل شويه بيزد على حجم المشروع وطبيعه المان باور اللي فيه. وجد مشكلة أخرى صراحة، ألا وهي إن البرودكتيفيتي بالنسبة لنا في مجال الكونستراكشن كانت وصمة على كيرف من سنة 64 لغاية دلوقتي، إن البرودكتيفيتي بتاعتنا في مجال الكونستراكشن عمالة تقل، مش بتزيد زي ما بيحصل في المانيفاكشرنج أو في مجال التصنيع، إن هي وصلت ل 220% و230% بروجرس حصل عن بدايتها. إحنا بالعكس إحنا بنقل بيزد طبعا على المشاكل اللي فاتت. حاولوا ايدنتيفايو صراحة ايه سبب الارقام الكتير دي كلها، ويمكن تحديدا ان اسباب الخسائر اللي وصلت 15% و30% و40%، لما نقدر نايدنتيفاي قدامنا ان حجم الكونستراكشن اللي موجود بس اللي حوالين العالم بيصل الى 10 تريليون، وان كمان مثلا بالنسبه لنا في الشرق الاوسط بس نتكلم في قرابه التريليون دولار سنويا، فنضرب الارقام دي نلاقي في خسائر فادحه بتحصل بالنسبه لنا كل مع كل سنه بنحصل فيها، ممكن في مشاريع تزيد وتقل والخسائر بتصل لان زي ما كنا بنتكلم بعده مئات من المليارات اوف دولارات زي ما بيقولوا. نتيجه ايه؟ وده اللي احنا هم حاولوا ايدنتيفيوه لما فعلا حاولنا ندرسه معانا سواء في الجامعه او في المشاريع بتاعتنا اللي احنا بنشتغل فيها ككونسلتنت في خلال الوقت الطويل. فوجدنا ان هي دي بسبب ايه؟ بسبب ليك اوف كوميونيكيشن. كل الادارات اللي موجوده او كل القطاعات وكل الستيك هولدرز الموجودين كلهم في جزر منعزله، كله بيشتغل على حتته ومالوش دعوه بالباقي بشكل او باخر الا لما بيحصل الكونتاكت، نتيجه ان فيه هيومن ايرورز، وكله برضه ده لابد من وجود هذه الاخطاء البشريه، وان كان لابد من وجود برضه اليات لتقليلها. فكره الاكسبنسيف، طيب هو في كذا كومنت، هل كده الصوت واضح شويه ولا لا؟
تمام. وفي نفس الوقت ان تكلفة الهاردوير ككمبيوترز بشكل كبير قوي، وفي نفس الوقت الانتجريشن بتاع الداتا مع بعضها وازاي نقدر نبلد اب، مع كمان فكرة الاكسبنسيف بانش اوف سوفت وير لكل ادارة بكل شركة بكل فرد موجود في هذه الادارة بيضطر يشتغل عليها وتكلفتها الموجودة، فده بيقلل بشكل كبير حجم الانتجريشن اللي احنا بنتكلم عليه. ده طبعا من فيرم 300، بس يمكن عجبتني الصورة وعجبني الكوتيشن اللي عليها ان we all fight about the project. كل الافراد كل الستيك هولدرز الموجودين، سواء من الكونسلتنتس سواء من الاونر سواء من الكونتراكتور سواء من السب كونتراكتور وخلافه، كل واحد بيفايت في الحتة بتاعته، لكن مفيش حد بيفايت على المشروع ككل. ومن هنا فعلا بدأت فكرة الانتجريتد بروجكت ديليفري، دي فكرة من اكتر من مطور في اخر 6-7 سنين تقريبا، بقى لها ستاندردز وليها جايدز وخلافه. وهنا بقت الفكرة كلها، ودي من نفس الفيلم صراحة، هي فكرة we all work for the project. احنا كلنا بنشتغل من اول الاونر مرورا بالكونسلتنت بتاعه او الريبريزنتف بتاعه، بالديزاينرز كلهم، بالاشراف على التنفيذ، بالكونتراكتورز بالسب كونتراكتورز بالسبلايرز حتى اللي داخلين فيها، كلنا بنشتغل في اتجاه واحد. ومن هنا كانت الفكره الرئيسيه، وده الديفينيشن الستاندرد بتاعه، هي فكره ان احنا ازاي ندعم كل الاشخاص وكل المنظومات وكل البيزنس ستراكشر في هذه الشركات للدمج في كونسبت واحد. ففكره الانتجريتد بروجكت ديليفري او الاي بي دي هو مش سيستم، هو مش سوفت وير، هو ثلاث حاجات، هو كالتشرز لازم بندرب الناس عليها ولازم يعتادوا عليها، هو كونتراكت بشكل او باخر في اجريمنتس معينه، مش كل الناس بتعمل كل حاجه او مش كل الناس بتبقى في جزر معزوله، لا ده في تاسكات لازم هتبقى شيرد ما بين الاونر والكونسلتنت، وفي تاسكات هتبقى شيرد ما بين الكونسلتنت وما بين الكونتراكتور، وهكذا على كل الليفلز نقدر نكفر ده. وطبعا الرئيسي فيه ان هو الاي بي دي هو ستيب 2 من اللين اوبريشن نفسها، واعتقد اغلبيتنا ممكن سمع كلمه لين، اللي هو ازاي اقلل الويست وازود الفاليو بتاعه المشروع بتاعي عشان نقدر نوصل لها. ممكن هنا كان الديفينيشن اوف كي اليمنتس زي ما احنا الستاندرد بتاعتها برضو رسمها، ان لازم احنا جميعا سواء كاونر ككونستراكشن مانجمنت او كونستراكشن مانجر كجنرال كونتراكتور كارشتكت او ديزاينر، كلنا في نفس البوتقة او نفس الدايرة، وما ينفعش ان احنا نشتغل فيها جزر معزولة. دي السلايد اللي بعدها. هنا حبينا نقارن ايه الفرق ما بينهم، واعتقد الفرق مقارنة ما بين الـtraditional والـintegrated، ان كل الاطراف بتتيجي مع بعضها، كل الاطراف بتبتدي تبني الكونسبشوال ديزاين والكرايتيريا ديزاين والديتيل ديزاين بتبنيها مع بعض، سواء على باختلاف نقدر نقول الرولز والريسبونسابيلتيز بتاعت كل طرف، بس لازم كل الناس تبقى مشاركه للموضوع فروم داي 1، مش زي التراديشنال ان انا الاونر مع الاستشاري بتاعه والمعماري هم اللي بيبتدوا في الاول، بيخش الكونسلتنت الباقيين سواء كستراكشر او ام اي بي في مرحله تاليه، ثم بيفضل الجنرال كونتراكتور والسب كونتراكتورز، دول ما يعرفوش اي حاجه غير لما بنوصل لمرحله البيد او البري كونستراكشن، بيبتدوا يفاجئوا بالموضوع. وده يمكن ما بيحصلش بشكل برضو قوي قوي، لان احنا غالبيتنا ككونسلتنتس سواء ستراكشر او ام اي بي او ارشتكت او خلافه، نتيجه الضغط والتاسك فورس اللي موجوده عندنا، واعتقد كلنا شيرد في الوطن العربي كله، ان المشروع بيبتدي النهارده بكره بنبتدي نشتغل فيه. طب فين الديزاين؟ فين اللوح؟ فين بقيه التشغيل بتاعنا؟ بيبقى لسه. طب الاستشاري هيبعت لك لوح الحفر، طب الاستشاري هيبعت لك لوح القواعد، طب هيبعت لك، وهكذا. نفضل دغالين في نفس هذه الدايره بشكل كبير قوي، ولا ده في غلطه، لا ده في خطا، لا ده في كذا،
فمن الاول خالص لا يفضل ان احنا كلنا عشان نقدر نابروف لوح، نابروف ديزاين، نابروف ديتيل ديزاين، نبقى كلنا متفقين عليها في التوقيت. ايه؟ لان ده اوريدي بيقلل حجم الكوميونيكيشن ما بعد بدء التنفيذ وبدء التشغيل بشكل كبير قوي، وبيقلل الكليمز وبيوضح الصوره بشكل قوي جدا. المنظر اللي هنشوفه حالا، وده اللي هو الكومن اندرستاندنج زي ما احنا بنتكلم فيه. ده اللي على الشمال، ده اللي هو من اول الفاليديشن والكونسبت والديزاين فيها اوريدي الكومن نوليدج والكومن اندرستاندنج بتاع تفاصيل المشروع، سواء كاستراكشر بكل الديسيبلينز اللي احنا بنتكلم فيها، بتفاصيل تنفيذه وطرق تنفيذه ومواعيد تنفيذه، بيبقى متفق عليه ما بين كل الاطراف. ده بيقلل بنسبة 70% الكليمز، بيقلل بنسبة 50% الريورك اللي بيحصل، بيقلل بنسبة 60 و70% أكتر كمان فكرة التشغيل نفسها، وفكرة السبلايز بتاعتي لا اتأخرت، لا ده في مشكلة في الاستيراد، لا ده في حاجات ما كانتش واضحة من البداية. ده كله بيقلل حجم المشاكل كتير قوي اللي احنا بنتكلم فيها وكلنا بنواجهها اعتقد على ارض الواقع بالنسبه لنا في الوطن العربي وما خارج الوطن العربي. ويمكن حاجه فكره الاي تي دي، وده كانت شهرتها وان هم فكروا فيها بره، وزي ما اتكلمنا من دقايق على ايجن ريبورت وقد ايه المشاكل اللي هم مواجهينها في انجلترا ويوروب عموما، ودي زي ما انا قلت لحضراتكم هي مشاكل متكرره باختلاف النسب والارقام على العالم كله وعلينا طبعا كأشقاء من الوطن العربي. بعدها هنا دي اللي احنا كنا بقى بنشوف ايه الفرق برضو ما بين التيمز وبعضها. لازم التيمز تبقى انتجريتد، وزي ما كنا بنتكلمها من دقائق ان لازم في شيرد تيمز ما بين كل الستيك هولدرز اللي موجودين معانا واللي لسه كنا بنتكلم عليهم كأونر واستشاري واستشاري لو نسميه representative لي الاونرز والجنرال كونتراكتور والكونستراكشن مانجمنت والسب كونتراكتورز والسبلايرز حتى اللي موجودين معايا، لازم التيمز دي تبقى شيرد، سواء شيرد على مستوى كل الليفلز، وده طبعا اللي هم اللي بنسميهم الستيك هولدرز تيم، او على كل تو ليفلز ما بينهم وما بين بعض لازاله الافاده والبروجرس السريع. في البروسيسز لازم تبقى كونكرنت ورا بعضها، مالتي ليفل، نقدر شايفين كل معلومه بتقدر تركب مع المعلومه اللي بعدها وتفيد الناس ازاي. الريسك ما بين الناس كلها بيبقى متوزع وكل الناس بتفايت فيه، مش كل واحد يقول لا اصل انا ماليش دعوه ماليش علاقه، لا اصل الديزاين غلط فانا مش هقدر ابنيه. الغلط على اساس كتب بالعميل على اساسها بتاعه المعماري او الانشائي وكذا، هكذا بيبقى في حجم كولابوريتيف وكوردينيشن قوي جدا فيه، وبالذات في الفترات الاولانيه، فترات الكونسبشوال ديزاين والسكيماتيك ديزاين وخلافه، وحتى لما بنبتدي نخش في الديتيل ديزاين خلاص بنبقى كلنا استوعبنا الفكره بشكل كبير قوي، سواء على مستوى كمان الكوميونيكيشن تكنولوجي اللي الناس بتتكلم بيها مع بعضها، الاجريمنتس زي ما قلنا على الاطراف كلها، وعلى مستوى حتى الايديوكيشن ان الناس كلها بتبقى بتفكر على تيم بيزد اكتر منها سيبريتد بيزد. طبعا هنجو ثرو فكره البنفيتس للاونر، بتزوده الكواليتي جدا، بتسهله كمان فكره البادجيتنج ان هو ما بيحصلش عنده ال 15% كوست انكريز، ما بيحصلش عنده ال 30% الريورك اللي بيحصل لسه كنا بنتكلم عليهم. في نفس الوقت الكواليتي، مستوى الجوده اللي هو بيحصل عليها بتبقى اعلى بكثير جدا من الطرق المعتاده. برضو دي بتقلل فكرة الخلافات والخناقات المعتادة ما بين الاستشاري وما بين الجنرال كونتراكتور والساب كونتراكتور، ان خلاص الاثنين بنوا الموضوع كله فروم سكراتش، الاثنين متفقين عليه، الاثنين عملوا بيلد اب لكل التايبس بتاعته بكل الليفل اوف ديتيلز بتاعته، وقدروا يوصلوا
الكونسبت هما الاثنين متفقين، ده بفكر الديزاين وده بفكر الامبلمنتيشن وتطبيقه على الارض الواقع. طبعا بالنسبه للديزاينرز الدنيا بتبقى اسهل بالنسبه لهم، كنترول اوفر كونستراكشن، بيبقى شايف كمان الكونستراكشن نفسها مش بس باشراف ويشوف ايه المشاكل اللي فيها. اي ديزاين تشينجز بتتم على ارض الواقع بتتم مباشر في الموضوع، فبيبقى الناس كلها فعلا قادره تشوفها بشكل اسرع. كمان بالنسبه للشيرنج في البروجكت سيفنج بنقدر يوفر ده الافشنت ديزاين، فبيقلل العماله بالنسبه للناس كلها، ومن هنا فعلا بيبتدي الافكت بيبان عليه هو وبيقلل له الهدك. ولا المشكله حصلت بالنسبه للكونتراكتورز مع برضو ما شاء الله ليهم حظ بس شويه، ان هو طبعا بيقلل لهم التكاليف وبيقلل الوقت ويزود الفاليو فيرسس برودكت، بيقدر يدخله يبقى شيرنج للموضوع من البدايه بشكل واضح وصريح. فلو عنده اعتراضات ما ينفعش يقول لا والله ده انا في مشكله في كذا او في مشكله في كذا، هو بيبقى الاول هو بيبقى قادر يشوف الموضوع بتفاصيل اكتر، فده فعلا بيقلل على مستوى الكونتراكتور اللي هو بيأثر بالتأكيد على مستوى سير المشروع نفسه، بيأثر على تكلفته والبنفيت بتاعته واليوتيلايزيشن والافشنسي والديلي بتاعه. طبعا بعدها البم هو نقدر نقول احدى الركائز الرئيسية عموما في فكرة الانتجريشن، سواء على مستوى الديزاين او على مستوى الكونستراكشن مانجمنت او البروجكت مانجمنت بشكل كبير قوي، لان هو اوريدي باي ديفولت البم خلاف من غير الاي تي دي، فهو اوريدي بيقدر يربط كافه الاطراف المتعلقه بالديزاين والكونتراكتنج او الجنرال كونستراكشن بشكل كبير قوي، وعشان كده هم بيتلقوا في حاجات كتير قوي فيها، ويقدر يطلعوا ارقام كتير جدا وفاليوز كتير جدا، حتى بما فيها النكست ليفلز بتاعت البم ك4D و5D و6D، انها بتبتدي تربط كمان مش ما بين الديزاينرز وبس، لا دي بتربط مع الليفل اللي بعده اللي هم الناس البلانرز، الناس البروجكت كنترولرز والكوست كنترولرز. ده دخلنا كمان في فكره اللين انرجي وسستينابيلتي، ثم اخر مرحله خالص اللي هي الفاسيلتي مانجمنت، وفكر ان انا قدرت اوبريت المبنى بتاعي كمان ما بعد الكونستراكشن. كل ده بتقدر البم يدهوني بالليفلز بتاعته، واللي هو احنا من كلامنا السابق ده كله هو الركائز لفكر الاي بي دي. فاصبح الموضوع هما انا من وجهه نظري الصغيره البم والاي بي دي هما وجهين لعمله واحده، واحد ماسك جزء شويه بس بيقدر يتشعب للبلانرز والكوست كنترولرز والبروجكت كنترولرز وخلافه، والتاني هو مركز كمان على البيج بيكتشرز للاخ الاكبر شويه اللي قادر يشوف بقى وجهات النظر بتاعه الكونسلتنت والاونر والريبريزنتيف او الاونر ريبريزنتيف كمان ككونسلتنت وخلافه. السؤال التالي صراحه وده اللي حاولنا برضو نرد عليه هنا هو ايه زي بيلدرز. زي بيلدرز هو برنامج كونستراكشن مانجمنت كلاود بم اي بي دي، تم انشاؤه من حوالي 10 سنين تقريبا في امريكا، والحمد لله قدرنا ناخد حق حصري للتطوير والديفلوبمنت بتاعته للشرق الاوسط من حوالي 8 سنين. وكانت الفكرة الرئيسية فيه ان احنا بالفعل عايزين نطبق مبادئ الاي بي دي، مش هنقول بحذافيرها قوي، في المجال الشرق الاوسطي او في منطقة الشرق الاوسط، وان كان كنا عايزين نستارت فعلا انا ومعايا اثنين من زملائي دكاترة وحاملي ماجستير اكس اوتوداسك اكس اركيكاد، ازاي نقدر فعلا نطلع بحجم المشاكل اللي احنا كلنا متفقين بشكل كبير واللي الناس قدرت ايدنتيفايها بشكل قوي قوي بالارقام، زي سير ايجن، زي الناس بتوع الاي بي دي او الاي اي اي السويشن بتاعتها. فمن هنا طلعنا بفكره البلاتفورم
اللي اسمه زي بيلدر وازاي نقدر نطبقه. اللي كان الهدف الرئيسي فعلا توفير الوقت والنفقات ورفع كفاءه العاملين وزياده الاستفاده من اصول المعدات. منين جت الفكره بتاعتنا؟ ده كان تعريف بسيط قوي لاي مشروع كونستراكشن كلنا بنشتغل فيه. لازم في عامل بيبتدي من اداره المبنى او الجوب استيميشن، بقى خلصت خدت فعلا كسبت المشروع، بقدر ابتدي اخش لاداره التخطيط والبلاننج اللي هي تقدر تبتدي تحط لي ماستر بلان وتبتدي تديني ليفل اوف ديتيل وتقدر تتابع معايا المشروع وتفاصيله. بخش على اداره السبلاي تشين او الكونتراكتنج او خلافه اللي طبعا بتبقى معاها كل التفاصيل بتاعه المقاولين الباطن والتفاصيل بتاعه السبلايز والاعتمادات والسبميتلز وخلافه. بنبتدي نخش في فكره الفنيه في التشكيل الفنيه فيها ثم البروجكت كنترول وما يسمى بالكنترول في بعض الشركات. كل ده طبعا بما فيها قطاع المعدات، لو هي شركه تجنرال كونتراكتور بشكل كبير شويه فعندها اسطول المعدات او بتاجر اسطول المعدات بتاعتها، الدوكيمنت كنترولرز او الدوكيمنت مانجمنت سيستم بتاع هذه الشركات، كل هذه الادارات وهذه القطاعات ده ستاندرد عندنا اعتقد كلنا في كل المشاريع باختلاف لو هي شركه سمول اور ميديوم فبتلاقي ادارتين، اللي هو الراجل اللي بيعمل جوب استيميشن هو اللي بيحط البرنامج الزمني، لو مشروع اكبر شويه لا بيبتدي بيبقى افراد، الى ان نصل طبعا للمشاريع اللي بتعدي ال 100 مليون اكس ايا كانت عملتنا بالارقام. بتبتدي فعلا توصل ان لا انا بيبقى عندي في كل اداره وكل مشروع في هذه الاداره بيشتغل في هذه الاداره بيبقى عندي لا عده افراد وخلافه. طبعا نتيجه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه اللي هو تعدديه الاطراف والليكج اوف كوميونيكيشن، اصبح الموضوع زي ما حضراتكم شايفين هنا ان كل الناس بتكلم كل الناس لدرجه ان المشروع نفسه اختفى ومحدش بقى عارف هو بيكلم مين ازاي وايه الداتا اللي بتركب على بعضها. من هنا جت الفكره ان باستخدام الاي بي دي بالفعل واستخدام الكلاود والتكنولوجي بتاعه البم الشهيره بالنسبه لنا، ازاي نقدر نبني فاونديشن كلاسز زي ما بنسميها فاونديشن كوميونيكيشن تولز بشكل او باخر تقدر تربط كل الادارات دي بكل البيانات بتاعتها بكل الانتجريشن اللي واصل ما بين وايه العلاقه ما بين البي او كيو ايتم او البرنامج او العقد التعاقدي مع البرنامج الزمني، وازاي اقدر اطلع منه بكيرفات، طب البم ازاي اقدر اربطه عشان احصر منه كميات ونقدر نكفر الدايمنشنز بتاعتها. ده بالفعل تم بايادي عربيه وده نفخر بيه، وان كان البيز زي ما قلت لحضراتكم كان في درهم في امريكا من حوالي 10 سنين، وان كان خلاص هم بالنسبه لنا بقوا كوفاوندرز الرئيسيه وبعد كده احنا خدنا الرايه منهم هنا في الوطن العربي بحيث نطوره بما يتناسب مع طريقتنا هنا في الوطن العربي وطريقه تشغيلنا اللي هم ما اعتقدش بيشتغلوا بيها باي شكل من الاشكال. فبدايه قدرنا نوصل لهذا الشكل. يمكن المين تيلرز بتاعتنا انتجريشن كلاود بم اساسي بالنسبه لنا سواء 3D واحنا بنبلد اب ما يلي فيها سكيورتي وده باستخدام البلوك تشين سكيورتي ليفل عشان نقدر نحافظ عليهم، لان كانت بتواجهنا فعلا ايشوز كتير قوي ان احنا نقنع الاشقاء الاونرز والكونسلتنت وخلافه والجنرال كونتراكتور طبعا ان ازاي يقدر يحط البيانات بتاعت مشاريعه كلها اوفر كلاود حتى ولو هي برايفت كلاود عنده، فكان لازم نوصل لليفل اوف سكيورتي عالي شويه اللي هو البلوك تشين سكيورتي واستخدام لازاليتست وان زي ما احنا بنسميه اللي هو اي بي ام هايبر ليدجر بلوك تشين انجن، وده اللي بيقدر يسكيور الموضوع. ثم الوصول للمرحله المهمه من وجهه نظري في مجال الكونستراكشن الا وهي البيج داتا والاي اي واستخداماتنا للذكاء الصناعي.
لان زي ما كنت بقول لحضراتكم بعد شويه انتجريشن وهنشوف بعض الامثله لما نبتدي ان شاء الله نتحرك او نشوف حاجات بعض السكرينز بالنسبه لنا، ان حجم البيانات اللي بقى موجود دلوقتي للمشروع والمشاريع لشركه واحده او عده شركات بقى حجم ضخم جدا، وبقينا نقدر نستقي منه ونستبق الاحداث بيزد على الماضي. ده كانت الفكره الاساسيه فعلا بتاعه تطبيقنا فعلا استخدام البيج داتا والذكاء الصناعي في سواء في التسعير سواء في البلان اكسكيوشن سواء في الفوركس ورؤيه المشروع في حد ذاته عليه. وده في حد ذاته اللي زق معانا كتير قوي لفترات الحمد لله حتى فترات كبيرة جدا. فيما يلي ده كان احدى التشالنجز طبعا اللي احنا لازم نتكلم فيها كاي تي دي، وده اللي احنا برضو قلناها هي ايه المشاكل اللي موجودة عندنا اللي فيها، هو حجم السوفت وير الكتير قوي اللي الادارات كلها بتشتغل عليه، واللي كل شركه او كل ستيك هولدرز زي كونسلتنت بيشتغل كتير قوي على اوتوكاد واوتوديسك رافت وخلافه. لو ببتدي انزل للجنرال كونتراكتور، لا هو مين اللي ممكن يبقى عنده مايكرو بريمافيرا عشان الحاجات عنده، ممكن اكونكس واعوانها عشان بعض الحاجات الاخرى، عنده اوتوديسك وجام 360 في بعض الأحيان عشان يبتدي يشتغل بيها. فبالتالي كان بد من وجود وسيلة نقدر نستقي منها كل المعلومات اللي عند الأطراف المتعددة، لأن من غير اللاير دي ما حدش هيقدر يخش يريبل بكل شغله من الأول على أيا كان السوفت وير أو البلاتفورم أو الإنجن اللي احنا بنتكلم عليه. فكانت اللاير الأولانية إزاي إن احنا نقدر فعلا نبني انتجريشن لايرز بشكل او اخر، تقدر تسحب من ريفت، تقدر تسحب من تكلا، تقدر تسحب من بنتلي، انا بشتغل ستيل كونستراكشن بشكل ما، تقدر تسحب البيانات كلها من بريمافيرا او مايكروسوفت بروجكت. طبعا مايكروسوفت بروجكت عندنا هنا مش مشهور خالص في البلاننج في مصر والشرق الاوسط يعني، ولكنه وده الغريب هو مشهور فعلا في كونستراكشن في بعض الدول في يوروب وبعض الولايات كمان في امريكا كدوكيمنت مانجمنت وكمايكروسوفت برودكت. هنا احنا كنا بنحاول برضو نبروف او نبروف سوري نبروف ان هذه الشركات وفي بعض من المشاريع لكل شركة فيهم بالفعل بدأ يطبق دي، وجدوا ان هو لا هو فعلا مساعد بالنسبة لهم، ان هو بالفعل بيوفر لهم في الوقت، بيوفر لهم في التكلفة، بيوفر لهم في اليوتيلايزيشن فيها. سواء يمكن زي ما حضراتكم شايفين ان احنا بدأنا نأبلايو مش في مصر بس، لا ده بنأبلايو في مصر، السعودية، الامارات، قطر، غانا، اثيوبيا، تنزانيا، زامبيا، امريكا. ده كان من اوائل الناس اللي احنا بدأنا نطبق معهم فيها. ليه؟ لان هم بدأوا يحسوا فيها. طبعا الصورة دي بعد 10 سنين، عشان بس الناس تبقى مش متخيلة ان الناس كانت سعيدة جدا او مقتنعة بفكر الاي بي دي اللي هو لا طب خلاص نخش ونشوف. لا 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 خالص، الموضوع بالفعل كان فيه صعوبة شديدة جدا في البداية، الى ان من ناس بدأنا ندربها بشكل أو بآخر، بدأنا نفهمها إيه البنفت بتاعتها، فنجرب معاهم في مشروع صغير. فالمشاريع دي بدأت ترسبوند معاهم بفرق سبيد في اتخاذ القرارات، وده كان أهم حاجة بالنسبة لنا كأونرز وكجنرال كونتراكتور وكأونر ريبريزنتيف بشكل أو بآخر، إن لا اتخاذ القرار. أنا كنت واحد من الناس اشتغلت حوالي 5 سنين بروجكت دايركتور في مجموعة السويدي برا مصر، وكانت المشكلة الرئيسية اللي بتواجهني فعلا على مستوى كثير من الدول اللي هم بيشتغلوا فيها، ان انا مش عارف اجيب المعلومة، مش عارف احصل على حجم المعلومات اللي احنا بنتكلم فيه كتير ده كله، ازاي احصل عليه وزي ما احنا بنسميها كده في اللغة الدارجة اضربه في الخلاط عشان اقدر اطلع منه بمعلومة ودايركشن يخليني اخد القرار كجاست مدير مشروع بس. فمن هنا دول ده زي ما احنا بنقول ده البروف ان الاي بي دي والاسامي كلها اعتقد كلنا
يعني نسمع عنها شويه، حسن مجموعه حسن علام او ابناء حسن علام هنا في مصر وليها فروع كتير في الشرق الاوسط، شركه سياك السويدي، مجموعه بن لادن من كام سنه صراحه، طبعا هيل انترناشونال بي ساكس واعوانهم فيها. في جزء من المشاريع الاكتف اللي معانا دلوقتي زي ابراج العالمين، جامعه الملك سلمان في الطور، بعض مباني الوزارات في العاصمه الاداريه الجديده. سريعا هنقول ايه التطبيق بقى بتاع فكر الاي بي دي، وازاي نقدر نطلع بيه فعلا للتطبيق اللي على ارض الواقع، مش تطبيق عام زي ما بيقولوا. فكان اول حاجه، ودي عشان كده اللي احنا بنتكلم فيها، ان البم والاي بي دي يعني وجهان لعمله واحده، فكان لابد من ان احنا نقدر فعلا نطلع بفكر البم بلدرز موديول، وده اللي احنا بنتكلم فيه. ده الدنيا الكلاود، ده البم موديل طالع بالنسبه لي من رافت، تكلا، بنتلي، اكس، اركيكاد. انا كده كده بنقدر نسحبها منه كلها، سواء باي اف سي او دايركت انتجريشن في الموضوع. شايف كل الكاتيجوريز والفاميليز والفلوز والتايبس الموجود عندي، بقدر اسيرش فيها، بقدر انافيجيت واقدر اشتغل بيها كامله. ليه؟ لان فكر البم وتفاصيله ان هي تبقى موجوده عندي في السايت وفي الشيرد زي ما بيقولوا ما بين الناس كلها وبعضها، وما فعلا قادرين يدسكسوا اونلاين زي ما احنا بنتكلم كده اونلاين، اقدر اشوف الكلام ده كله وكوميونيكيت مع الديزاينر واقول له لا في مشكله، في ايشو في الحته دي، لا عندك بروبلم او كلاش ديتكشن او كوردينيشن ايرور حاصل بالنسبه لي هنا. بس كل ده من غير بقى برضو عشان نكون صراحه، من غير ريبورتات واكسل ابعته له، طب بص على الاليمنت، طب دور، لا خلاص الموضوع بقى اونلاين كلاود بيزد بشكل ما، بشكل عام سوري، اقدر اكومنت عليه، خلاص هو وصل للديزاينر او وصل لمين الستيك هولدرز اللي احنا بنتكلم معاهم، بدا يريفيو، رفع لي بيلد جديده، قدرت اشوف او ريزولف الكونفليكت بالنسبه لي اللي موجوده الناحيه الثانيه. فده في حد ذاته انا واحد من الناس اللي فيها، فرق معايا كتير جدا ان انا بقى سرعه الاوبريشنز بتاعه الابروفل بتاعه الديزاينز والتشينجز والفيرجنز والكلام ده كله، بقى بدل ما كان بتاخد شهور في كل موديول، لا بقى الموضوع بالنسبه لي بياخد ساعات وايام، لان هو اوريدي بيوصل له الموضوع في السريع. فكره المالتي ديسيبلين، عندي ممكن مشروع باكس في كونكريت ستراكشر، ارتفاكت ستراكشر، ستيل ستراكشر، دول مالتي ديسيبلين ونقدر نلحمهم كلهم في موديل واحد بما يتساوى معانا فكره اللينكس اللي بنعملها في الريفت، بس بشكل اكثر سرعه وكلاود بيزد زي ما احنا كنا بنتكلم فيها. الزيبت بيلدرز، فكره ان انا ببني الدراسه بتاعتي كلها على الكلاود سيستم اللي بنتكلم فيه، بحط ريسورسز والبريك داون والكوست كودز بالنسبه لي والبرودكشن ريتس والبرايسنج بتاعتي كلها. طب ايه المشكله؟ ما انا كده كده انا كراجل بتاع مكتب فني او بتاع اداره فنيه بستخدم الاكسل، لا ما هنشوف الافاده بتاعته لما بنقدر نبتدي فعلا نركب الكلام ده مثلا مع البن لينك، اللي هو اقدر احصر الكميات اللي موجوده على الاليمنتس اونلاين مع البي او كيو ايتمز، مش بقى بفكره السكادول واطلعه، لا ده الناس بتوع البيدنج بداوا يغيروا الموضوع شويه، لا فانا لازم اري سكادول واري اسمبلي الموضوع عشان اطلع السكادولز بتاعتي او الشيتس زي ما احنا بنسميها. اصبح الموضوع هو في بوتقه واحده والداتا ستراكشر كلها بقت راكبه مع بعضها، فبحيث ان انا لو اتغير البي او كيو مفيش عندي مشكله، هو بيري ابديت الالمنتس اللي موجوده معايا. ونفس الحكايه لو نزل لي فيرجن جديد من البام موديل بتاعي، هو اوريدي بيقدر يحصر الكميات بتاعته الجديده ويلنكها مع البي او كيو ايتم، فبيصبح بالنسبه لي عمليه حصر الكميات والتاكيد من ان البنود الاعمال والكميات بتاعتها متناسقه مع بعضها بيزد على الحصر الفعلي، ده اللي احنا كنا كاوبريشن بنشتغل فيه لاوقات طويله. بعد كده اصبح كله بقى زي ما بنقوله بفكر الانتجريشن، الداتا كلها ركبت مع بعضها، فبالتالي ايا كان الابديت ايا كان التشينج، هو السيستم لوحده بيريبلد الست
الاستراكشر بتاعي، ثم الموديول اللي بعده اللي هو الزي بلان بيلدر، وده الشكل بتاعي. طبعا غالبيتنا لو بنشتغل على اوركل او مايكروسوفت بروجكت بتواجهنا مشكله في بعض الاحيان ان هو لازم نزل النسخه عند كل الزملاء اللي بشير معاهم نسخه البرايمافيرا او ابعت له اكس اي ار بتاعه. لا، اصبح الموضوع بالنسبه لي لو انا عندي برفعه لنسخه واحده بس اوفر السيستم، وكل الكومنتات كل التعديلات سواء من الموقع سواء من الاستشاري سواء من البلانرز اللي موجود معايا سواء من البلانينج مانجمنت اللي موجود فيها بقى يقدر يكومنت ويقدر يريتشينج على حسب الاثوريتيز بتاعته، واقدر اشوف دائما البروجرس بتاعي. مش محتاج ان انا ابعته له بي دي اف ويراجعه، مش محتاج ان انا ابعته له برايمافيرا، بس لازم يبقى هو شاري النسخه او مش شاري النسخه عشان نبقى برضه متفقين فيها. فاصبح الموضوع بالنسبه لي كومنتنج وسيله لإدت وريفيو، واظبط البروجرس بتاعي. لو انا الناس بتوع البلاننج اللي موجودين في الموقع يقدر يديني الابديت على البروجرس بتاعي على طول على البلان. وتاكيدا برضو النقطه المهمه بالنسبه لي كبام، لان احنا زي ما متفقين البام از بيزك فاونديشن اللي احنا بنتكلم فيها عشان نطلع بالاي بي دي، اللي هو زي ان انا اقدر اربط البلان بالاكتيفيتيز بالبام موديل بالنسبه لي اون كلاود بيز زي ما احنا كنا بنتكلم فيها بفيجوال سيلكشن. بقدر اختار، بقدر افلتر. الموضوع بالنسبه لنا يمكن بام اريبيا كانت احدى الشركاء الاستراتيجيين دينا كانجينيرنج سيستمز وكزي بيلدرز. اقدر اربط الكلام ده كله مباشر مع بعضيه، وبالتالي اقدر اشوف زي ما كنا دايما مشهوره فيها اللي هو الكونستراكشن سيكونس او الكونستراكشن سيناريو اللي موجود معانا. فيها كانت النقطه طبعا المهمه الكلام ده يمكن اكيد الموضوع بالنسبه لنا طب ما عادي ما في سوفت ويرز ثانيه وتقدر تعملها. الفكره يا اخوانا عشان نبقى متفقين فيها هي في الانتجريشن بروجكت ديليفري، بمعنى ايه؟ ان الداتا دي كلها on the same space on the same layer of information، بمعنى ان الداتا اللي حضراتكم شايفينها مثلا ساي في الكونستراكشن سيكونس هنا الموضوع بسيط جدا، ان لو البلان اتغيرت ايه اللي بيحصل؟ لازم اروح اكسبورتها واروح ادخلها جوه اكس من الابلكيشنز الثانيه الشهيره زي سينكرو زي نيفس وورك وزي الكلام ده كله، وارجع ريبلد الموضوع ككونكشن عشان ابتدي اشوف الموضوع هنا. هو ده كانت المشقه بالنسبه لفكر الاي بي دي، ان احنا ازاي نقدر ننتجريت الداتا وننتجريت الانفورميشن دي كلها مع بعضها عشان نقدر نوصل فعلا، لان هو زي ما احنا بنتكلم فيها الاي بي دي it's a culture based, it's a operational based, it's a data structure based. فأصبح الموديل اتغير مفيش عندي مشكلة، السيستم بيريبلد الموضوع، البلان اتغيرت السيستم بيريبلد الموضوع، البي او كيو اتغيرت حصل فيها اي تعديل، في بنود اتشالت في بنود اتحطت، السيستم بيريبلد الحصر اللي موجود اوريدي معايا فيها. ثم فكره بقى ان انا بربط كمان البلاننج مع البيدنج اللي هو الاكتيفيتيز والبلان مع البي او كيو ايتم، ومن هنا بقدر ابتدي احصل على الكيرفات الاساسيه والابديتد بالنسبه لي سواء كريسورس بلانز ككميات وكتكلفه. بقدر احصل على الاس كيرف بتاعي ابديتد بدون برضو نتيجه ان اعتقد غالبيتنا اشتغل لفتره بلانر، فكان شايف ان هو لما بيجي له بلان بس من غير البي او كيو ايتم فبيبتدي يدخل الريسورسز بالتكلفه بتاعتها على كل الاكتيفيتيز بس بشكل عشان يساوي فيها التكلفه اللي طالعه في البي او كيو. هوبا في بند اتشال فبنعيد العمل مره اخرى، وده اكون صريح مع حضراتكم كان بيسبب هلك كتير جدا جدا من الوقت والمجهود والداتا اللي بتضيع فعلا في النص. لا، اصبح الموضوع بالنسبه لنا نتيجه ان انا قدرت في الشاشه السابقه هنا في قدرنا نربط ما بين البي او كيو ايتم بريسورس بريك داون بتاعتها بالاكتيفيتي بلانز اللي موجوده
عندنا. يا ترى كده الصوت واضح ولا؟ هل الإخوة معايا ولا الصوت قطع من عندي؟ تمام. فأصبح بالنسبة لي أيا كان التعديل، فأيا كانت الإدارة، فأيا كان القطاع والستيك هولدرز اللي بنتكلم فيه، الأبديتس لوحدها بتسمع أوتوماتيك وبتبتدي تريبلد الريزلتس لوحدها، وبتبتدي تديني أنا سمحية إن أنا ما بقتش أنا وظيفة الإكسكيوشن، أنا بقت وظيفتي إن أنا كمهندس بقرا الداتا دي، براجع الأرقام دي، بشوف الريليشنز ما بينها وبين بعضها عاملة إزاي، بشوف شغلنا بقى كسيفل انجينيرز وككونستراكشن مانجمنت وكبلاننج وككوست كنترول وبروجكت كنترول الدنيا فعلا فيها سليمه ولا في اختلاف. سريعا بقى عشان ما نضيعش بخصوص علاقه الكارت وما بين الاونر وما بين الجنرال كونتراكتور وما بين الكونتراكتور بشكل اوضح فيها اللي بقدر اطلع المستخلصات فيها بشكل او باخر، بقدر اطلع فيها حجم التنفيذ على ارض الواقع، بقدر اسجل فيها ايه التشينج اوردرز وتوافق عليها ولا ما توافقش، بقدر اسجل فيها البروبوزلز والكونتراكتس عموما ما بيني وما بين كل الريليشن من اول الجنرال كونتراكتور ثم الزي سبلاي بيلدر، ودي كل ما يخص اكتر فيها فعلا الفندرز والسبلايز بالنسبه لي كبي اوز وبي ارز وحجم التنفيذ اللي فيها. سوري. ثم وده زي ما كنا متفقين ان لو انا شركه كونستراكشن بشكل كبير، لو انا مجموعه انشائيه ضخمه فعندي اسطول عايز ادير قطاع المعدات بالنسبه لي، وقطاع المعدات سواء المؤجر او المملوك ده في حد ذاته اعتقد بالنسبه لنا للمشاريع زي ما قلت لحضراتكم من اول الميديم للفوق ده تكلفه مش قليله في اي مشروع، وادارتها بشكل افيشنت ومقروء ليه؟ يمكن سواء في الاكويبمنت، سواء في المان باور، سواء في الليبر، سواء في الماتيريال، سواء في كل الفايف امز اللي احنا بنتكلم فيهم، يو كان ميجر وات يو كان مونيتور، فبالتالي اي ماست تو ميجر كل الداتا دي اقدر اقيسها واشوف الدنيا ماشيه ازاي، ثم بعد كده امونيتور الموضوع بشكل اوضح. وده كان سريعا فكر الاي بي دي وايه اختلافه عن التراديشنال بتاعنا، وده تطبيقاته اللي احنا حاولنا وعلاقته بالبم، وهل في فعلا شركات ومشاريع بدات تطبق الكلام ده في الشرق الاوسط عموما وفي العالم ولا لا؟ وده لا، انا بقول لحضراتكم الحمد لله في شركات كتير جدا بدات تطبق الموضوع ده. و اخيرا هل السيستم ده قابل للتطبيق ولا برضو هو ضرب من ضروب الخيال بشكل ما؟ فبالتالي لا، احنا الحمد لله السيستم قابل للتطبيق، في شركات فرق معاها فعلا وبدأت تشتغل معاه في مشروع او اتنين وعشرة، كون ان التطبيق بتاعه اكيد بياخد وقت زيه. انا من وجهة نظري افادة البم وفي نفس الوقت هو السبب اللي بيخوف الناس من البم، الوقت الاولاني شويه لا بياخد مجهود، لا انا لا في الاخر البنفيت بتاعته هو الصح هو المشي. فالكونسبت بتاع الاي بي دي مع الكلاود مع الاي اي بياخد وقت وبياخد مجهود وبياخد كوست ما نقدرش ننكره، بس حجم التوفير اللي بيوصل له في اخر المشروع لا نسب كتير قوي، والارقام حاليا بالنسبه لنا تشهد. تمام، شكرا جدا يا دكتور على المحاضره الرائعه دي جدا، ربنا يجزيك على خير ان شاء الله. وفي استاذ حضرتك في بعض الاسئله يعني ممكن نفتح للناس تسال حضرتك. طيب مهندس عادل، مهندس عادل توفيق عضو مجلس اداره شركه المقاولين العرب، هو مع حضرتك.
تمام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور بنشكرك شكر جزيل على المحاضره القيمه دي. يا ربنا يخليك يا فندم، ده احنا اللي بنتعلم من حضراتكم. ربنا يخليك يا فندم. انا بتكلم بس حضرتك بالنسبه اول سؤال، استخدام البرنامج ده في مشاريع الانفاق. وتاني سؤال، هل ممكن اعمل بعض الستيك هولدر بلايند بالنسبه لبعض المعلومات؟ يعني احيانا التكلفه المقاول بيحتفظ بها لنفسه، علاقته بالفندور والسبلاير بتبقى مخفيه عن علاقته بالكونسلتنت والاونر. هل في البرنامج خاصيه ان انا اخفي بعض المعلومات؟ تمام. او مين اللي بيبقى الادمن؟ اتفضل يا فندم. تمام. اول سؤال طبعا بالنسبه، هل ينفع في مشاريع الانفاق؟ طبعا، ان في الاخر مشاريع الانفاق اتس كونستراكشن بروجكت بشكل او باخر، باختلاف طبعا طبيعته، لكن في الاخر في ديزاينرز وفي كونسلتنت وفي بيدرز وفي فيندرز وفي كونتراكتور، فهو بالنسبه لنا المشروع بنقدر نتعامل معاه زيه زي الباقيين. وبالفعل كنا عملنا بايلوت بروجكت في كاليفورنيا من حوالي 4 سنين على فعل على مشروع كباري مش انفاق صراحه، وان كان الموضوع بالنسبه لنا ما فيهوش ادنى مشكله، لان زي ما قلت لحضراتكم مهندس مدني، انا بعتبر زي بلدر ده مهندس مدني، بس مهندس مدني لامم الموضوع شويه، فهو بيقدر يشتغل معانا في ايا كان طبيعه المشروع ذاته. فكره السكيورتي، ودي اللي احنا كنت بتكلم مع حضراتكم فيها من شويه، انها يعني ايه سكيورتي؟ يعني اوثوريتي، يعني فلان مش من حقه يخش غير على الشاشه الفلانيه ويدو الزرار الفلاني بس، او يتفرج بس، او الشاشه دي كلها مخفيه. وعشان برضو اطمئنانا لينا احنا ك بروجكت مانجرز وكونستراكشن كونسلتنت مع ناس كتير قوي، فكانت اللاير دي اللي بتقدر تظبط موضوع الاوثوريتيز والليفل اوف ديتيلز اللي يقدر كل يوزر يشوف ايه فين الكلام ده كله. فكان استخدمنا لفكرة البلوك تشين، ان حتى لا قدر الله خلاص الموضوع بقى فيه حد عايز يهاك الموضوع زي ما بنتكلم فيها، وان كان سكيورد طبعا على السيرفرات بتاعت امازون بشكل كبير، وما هذا لو حد حاب يهاكه، لا فهو مش هيقدر يهاكه، لان هو اوريدي الداتا بتاعت الاثوريتي دي متوزعة بشكل كبير. فبالتالي اؤكد لحضرتك، لا طبعا، ان لو انا كادمن بقى اوف ذيس اكاونت بشكل او باخر، اللي هو كدكتور محمد الفران، وعايز فلان ما يشوفش الداتا دي، وفلان يشوف الداتا ريد اونلي، وفلان يشوف الداتا دي ريد اونلي بس من غير ما يدو اي اكشن عليها وخلافه، وفلان يشوف يعمل اكشن واحد زي مثلا ان هو يضيف مشروع بس مش من حقه يأدته، كل هذه ليفل اوف سكيورتي والليفل اوف اوثوريتيز لا موجوده، وبالتاكيد الناس يعني تعبوا فيها شويه كتير عشان يقدر يطلع بالليفل ده. تمام. اوكي، شكرا يا دكتور. في مهندس كمان مصطفى، اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان لي استفسار دكتور، دلوقتي انا دلوقتي كمقاول لسه ما تمش ترسيد اللي ناقصه عليا، ازاي هقدر ادخل مع كل الجروب ده اللي هو الكونسلتنت والاونر من اول لحظه؟ ما هو اساسا لسه ما تمش اختيار مقاول عشان يتفاعل مع المجموعه دي، حاجه اساسيه يعني الحقيقه، عشان نظم المناقصات والحاجات زي كده والقوانين بتاعتها والاجراءات المعروفه، مش محتاجين فترة قبل ما نرسي الأول على المقاول اللي هو ممكن يدخل معانا. فدي السؤال اللي عندي، عشان ازاي اقول ازاي هبتدي من بداية المشروع مع المصمم والكونسلتنت وهو الاخر. شكرا. العفو. طيب كلام حضرتك سليم 100%، وده بالفعل بعيدا شويه عن الشرق الاوسط بداوا يوصلوا ان لا انا مش لما هحكم على المقاول واختياره بقى، لا في ليستد بنسميهم تراستد فيندرز او تراستد كونتراكتورز او تراستد كونسلتنت، دول اللي بشتغل معاهم في مشاريع معينه. فزي مثلا في مشروع كوبري في
في انجلترا اسمه كوبري اي 35 بريدج. الناس مش قدموا في المشروع، لا ده هو من البدايه خالص انا عندي 3 4 شركات مقاولات، الثلاثه دول انا كده كده دول تراستد واشتغلت معاهم اكتر من مره وفي مشاريع بحج احجام معينه، فانا اللي بختار بيزد على كواليفيكيشن وليس السعر. هنا شويه ويمكن بيسموها هم الريسبونسيف ايفالويشن. فبقول من البدايه خالص قبل حتى ما اوصل للديزاين والاركتكت وخلافه، بقول ان انا هشتغل مع شركه سي مثلا المقاولين العرب في مشروع سين، ومع شركه حسن علام في مشروع صاد، ومع شركه ده بيزد على خبرته هو وتشغيله، فبقدر ابتدي من الاول. ومش بنقول برضو اكون صريح مع حضرتك، مش بنقول ان ده ينفع مع كل المشاريع، بس كل ما ببدر زي ما بيقولوا دخول معايا المقاول والاستشاريين والمعاونين بعيدا عن فكره اللي هو الاونر ريبريزنتيف معايا في السايكل بتاعتي ما قبل الكونستراكشن، فهو افاده وده اللي بيتكلموا فيه. لكن لو انا ما عرفتش وخلاص لازم امشيها بالتراديشنال بيز اللي هو ديزاين بيد اند بيلد، هو ده اللي اوجد لنا المشاكل، وهو ده اللي اوجد لنا التكاليف الزياده والتوقيتات الزياده. فكان لابد ان احنا نفكر بره الصندوق، وبدانا نطبقه فعلا بشكل كبير. ان انا لا انا فعلا، وده حصلت في اكتر من مشروع معانا في خلال الفتره اللي فاتت، مش بيزد على برضو بين قوسين عشان نبقى واضحين، مش بيزد على كوسه ولا حاجه، لا الموضوع انا عندي 3 4 شركات هم بالفعل تكنيكال كواليفايد في الاريا مثلا بتاعه الانفاق زي ما كان في الكوميرشال بيلدنجز في الاريا وهكذا. فالاثنين ثلاثه دول انا ممكن ادخلهم معايا من البدايه، هم كلهم يخشوا معايا من البدايه الاثنين ثلاثه طبعا مش عدد كبير، الى ان بقدر اوصل لورثه على ان واحد فيهم هو اللي هيكمل معايا. بس كل ما ببدر كل ما بيزود البنفيت وبيزود زي ما شفت مع حضرتك الكيرفات بتاعه الكومن اندرستاندينج بتاع تفاصيل المشروع. بس الو شكرا جزيلا. مهندس معتصم البنا اهلا وسهلا، يعطيك العافيه دكتور، شاكرين لك على المحاضره الجميله هذه. سؤالي سيدي هو كيف يمكن استخدام الزي بيلدر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولكم الشكر. تمام. زي بيلدرز هو بالفعل زي ما كنا بنتكلم فيه نتيجه فكر الاي بي دي عموما والانتجريشن بتاع حجم الداتا دي كلها، بدانا نطبق فيه فعلا استخدامات الذكاء الصناعي من 2018. بدانا نطبقهم في ايه؟ نطبقهم حاليا في 3 ارياز تحديدا، ولكن الرود ماب بتاعتنا ان احنا عايزين نكفر بقيه الارياز اللي موجوده عندنا كلها. رقم واحد في الجوب استيميشن، لو انا عندي 3 4 مشاريع وعملت لهم اوريدي جوب استيميشن او بيدن بشكل او باخر في منطقه ما، فمتقارب زي ما بيقولوا منطقه مش في المنطقه العربيه طبعا، ريجون جوه سيتي جوه كانتري عشان اختلافات التكاليف وهو خلافه، وتشابهت التايب بتاعها هي كوميرشال ولا ستيل وورك ولا ريزيدنشال وهو خلافه. فزي بيلدر في الوقت الحالي بيقدر يساعد الناس اول ما بدخل البي او كيو ايتمز بالتايبس بس بتاعتها، هو بيبتدي يطلع لي الورك بريك داون، ونقدر بنعتبرها دائما انيشال ستيت، وانا من حقي كمهندس اعدلها، بس بيريحني اللي هو ايه، معروف ان كل بنود الخرسانه اول ما بحط لها بند خرسانه 350 كيلو جرام على المتر، فاه محتاجه رمل وزلط وخلافه، او محتاجه تنفيذ ان انا هجيب لها محطه خرسانه او هجيبها خرسانه جاهزه او خلاف. فعلى حسب كل منطقه وعلى حسب المشاريع بتاعه بيتكت المشاريع على حسب التايبس بتاعتها وعلى حسب الورك بريك داون والبي او كيو ايتم تايب بتاعتها، بيساعدني في جزئيتين، بيحط لي البرودكشن ريت، بيحط لي البرايسنج الليتست اللي موجوده من المشاريع السابقه واللاحقه اللي موجوده عندي، سواء تسعير البيد نفسها او الاكشوال برايسنج اللي جاي لي اوريدي من السبلايرز ومن السب كونتراكتورز اللي موجودين معايا.
فبالفي ال بيبتدي يديني انيشال برايسنج. وكمان لو انا كهيومن ايرورز برضو اليمينيشن فيها، لو بدات ان انا احط ارقام بعيدا تماما لازم بهايلايت وبطلع ليست سوري يعني ريد فلاجز كده، خلي بالك ان الاسعار دي قليله، خلي بالك ان الاسعار دي اوفر عن الموضوع. وفي الاخر القرار طبعا للمهندس اللي بيبقى شغال فيه. دكتور محمد ايوه الو هل الصوت واصل ولا؟ تمام. فده اول جزء في الجوب استيميشن والبيدنج وخلافه. تاني حاجه في البلاننج، في جزء الاكتيفيتيز والبريك داونز بتاعتها والبروجرس بتاعها. هو بيقدر دائما يابديت البروجرس بيزد ويقول لي هل في بالفعل هفوركاست التايم بتاعي والديلي اللي هيحصل بالنسبه لي، ويقدر يطلع لي الفاريانس اللي موجود قدامي اون فوركاست بيزد وليس اون ليتست بيزد. ثم في الاخر ككوست بقى كمان بيزد على التكاليف الحقيقيه بالنسبه لي لاخر شهر واخر ثلاث شهور واخر الافرج بتاع من بدايه المشروع حتى تاريخه هو، وبدايه برضو على معدلات الانجاز اللي هي بتخش اوريدي مش بلاننج بقى، اللي هي بتجيلي من المكتب الفني اللي هو البند الفلاني عملنا فيه كذا متر خشب، كذا متر خرسانه، كذا متر تشطيب، كذا متر بحاره، كذا متر حديد. الكلام ده كله هو اوريدي اون فوركاست بيز، بيقول لي بناء على معدلات الانتاج بتاعتك دي او الانجاز زي ما احنا بنسميها التفصيليه، وبناء على القطاع اللي بتخش من السب كونتراكتورز ومن الفندرز اللي موجودين عندي، يقول لي المشروع ده في اي وقت بيفهمها شويه بيتدرب عليها، بيقول لي المشروع ده المفروض يخلص في 31/12/2020، لا ده كده هيخلص في 10/6/2021 بتكلفه فاريانس قد كذا، بكرو تيم مختلف او عدد مان باور في الريسورسز بمقدار كذا. فدول الثلاثه حقيقه للاي اي بيساعدنا فيهم، اللي هو الجوب استيميشن والفوركاستنج اوف تايم وذ كريتيكال باس والفاريانس اللي هيحصل فيها، بلس الكوستات والفاريانس اللي حصل معانا. دول لغايه دلوقتي. في طبعا يعني الرود ماب بتاعنا احنا ما زال بنطور فيه بالتعاون مع اي بي ام، بنواصل تطوير فيه، فلسه الرود ماب بتاعنا بيكفر طبعا الاوبريشن كده، لان فعلا استخدامنا للاي اي في الكونستراكشن اتس ا فيري هيوج بليس، يا دوبك احنا بنخبط فيه زي ما بيقولوا بقالنا حوالي سنتين بالتعاون مع جامعة القاهرة عندنا، بالتعاون مع الشركات فعلا اللي بتسبورت معانا ان احنا ازاي نقدر نلير او ندرب واتسون ده اللي هو الاي اي انجن اللي احنا شغالين معاهم في ان هو يديني مور اكيوريت ومور ريلابل داتا. شكرا. تمام يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك. في مهندس مصطفى اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا باشمهندس مصطفى. تمام اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا كنت بس عايز اسال حضرتك على طريقه الربط بين الفندر والكونتر زي كده لو ربط كده. كنت قلت ان احنا لو كده بيتم تغيير الفندر مختلف. هو الصوت بعيد شويه من كده يا باشمهندس مصطفى. تمام احسن شوي تحت امرك. بس حضرتك على طريق الربط ما بين الديجيتال وبرامج قلت ان الموديل لو اتغير البرامج دي بتفلكت على الزيجيتال بطريقه اوتوماتيك. تمام.
رحت بيربط بأي اس سي ولا بيربط بلينك خاص بكل برنامج؟ تمام. في طريقتين احنا بنشتغل بيهم فعلا. في طريقه ان احنا بنبلد الاكستنشن الخاص بزي بيلدرز على الابلكيشن زي الريفت زي تكلا زي بنتلي، والابلكيشنز الاخرى دول اللي هم مشهورين، الابلكيشنز الاخرى بنشتغل على الاي اف سي. ليه ما استخدمناش الاي اف سي مع انه هو مشهور وزي ما بنسميه انترناشونال فاونديشن كلاسز، معتمد بكل الفيرجنز بتاعته. في تفاصيل احنا محتاجينها من جوه الموديل ساعات الاي اف سي ما بيغطيهاش كلها، وغير كده كمان طبعا ما شاء الله احنا كلنا عارفين احجام الفايلات بتاعه الريفت والتكلا بتبقى بالجيجا. الاي اف سي كشكل او باخر للاسكي فورمات فبيستهلك برضو احجام كبيره شويه. ففي الثلاثه المشهورين لا، هو احنا بنشتغل لينا ادنز وبلجنز زي ما بيقولوا اكستنشن بتنزل عليهم هم نفسهم، فبيقدر يكسبورت دايركت على السيرفر بالبروجكت اللي انت بتبقى مسجل فيه باليوزر نيم والباسورد بتاعتك، بيحطوا لك في الفولدر بتاعك. فده ايشيو لان هو بيجمع الداتا. البرامج اللي ما خارج ده وده كان ماست بي تو بي كفرد برضو، فاحنا بنقراها بالفعل اي اف سي. تمام. تمام دكتور. في المهندس الوليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يديك العافية. وليد من شركة الزامن للإنشاءات الحديدية. أهلا وسهلا بحضرتك. أدين منجر هناك. أديك العافية. بس كنت عايز أسأل، هل الزيب بيلدر ممكن يعمل دوكيومنتيشن بيبر مثلا عارف للآي آر للإنسبكشن ريكويست للأشياء اليومية في الأكتيفيتي اليومية تحت الموقع؟ هل ممكن مثلا نعملها بالزيت بيلدر اضبطها على الموبايل او الايباد او whatever البلاتفورم انا بالموقع مثلا؟ بالضبط. وهو كان الهدف يمكن زي ما كنت بتكلم من شويه ان انا ازاي بقدر اتابع البروجرس بتاعي اللي بيتم في الموقع، بيتم فعلا عن طريق ان التكنيكال اوفيس اللي موجود والاكسكيوشن انجينير والسايت انجينير بيقدروا هم يقضيتوا على طول من الموبايل بتاعهم او من الايباد او التابلت ايا كان، بيخش يقول انا نفذت كذا عملت كذا دخلتها كذا بالاي ارات بتاعته اوريدي وهي من الموقع وبتسمع على طول في الهيد اوفيس مباشر. فده اوريدي احدى الوسائل الرئيسيه اللي احنا بنعتمد عليها لجلب معدلات التنفيذ من الموقع على طول للهيد اوفيس. طب بالنسبه للبلاننج هل بيربط مع برانفيرا ولا لا؟ اللي عنده بلاننج لوحده؟ لا 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 لا، بص كل الابلكيشن اللي احنا كنا بنشاور عليها زي ما بيقولوا دي، يعني انا بتربط برانفيرا، بتربط بي دايركت رايح جاي، بتربط بمايكروسوفت بروجكت رايح جاي. ليه؟ لان انا عارف ان انا بالنسبه لي لو انا عندي ناس بشكل او باخر شغاله بالبرامافيرا بس انا عايز ابعت المشروع عشان يشوفوا فيها، فانا لازم بشكل او باخر بشغل بيه. عدلت في المهندس البلاننج اللي موجود معايا في المشروع، عدل فيه بروجرس، عدل فيه تواريخ، عدل فيه لينكات تايبس والكلام ده كله. لا طبعا من حقه يعدلها، وساعه ما بيتم تعديلها بتسمع على طول مباشر التعديلات وبيحتفظ بالفيرجن بتاعها اللي موجود. يعني اقدر استعمله زي اي بلاتفورم كاكونكس دبليو بي اس واتيفر الكونكس البلاتفورم اوراكلز المعتمده في المشاريع الكبيره للدوكيومنتيشنز والدي سي سي، صحيح؟ بص بصراحه انا مش الهدف ان احنا بننافس برامافيرا، الهدف انا بكلاود البرامافيرا. ايوه انا معاك. نحن برضو عندنا نفس الفكره انه نعمل بلاتفورم يكون شامل كل الاكتيفيتي في الشركه، كل سواء كان سايد تسعير ديزاين تكنيكال، كل يعني زي ما تقول كده شركه متكامله في بلاتفورم واحد. اكزاكتلي بالضبط. هو ده بيبقى الهدف فعلا الرئيسي. ليه؟ لان كل ابلكيشن يعني الريفت ده برنامج موديلنج، هل انا هنافس الموديلنج؟ خالص. البرامافيرا ده برنامج هو مخصوص للبلاننج، انا مش يعني
مش عايز اخش في تفاصيله، بس اقدر اتعامل معاه هو مباشر. اقدر اسحب الريسورسز والبريك داونز بتاعته والدبليو بي اسز والبيتس والكلام ده كله. اقدر ابعت له كل البيانات بعد تعديلها من الموقع لايا كان السبب انا عايزه. يعني لكن في الاخر الهدف الرئيسي هو ربط هذه المعلومات الكثيفه بعضها البعض بس كده. طيب هل عندكم بيم اكسكيوشن بلان بحيث انه اذا عندك مثلا بيم بي اي للمشروع يتوافق مع الزي بيلدر ولا اي بي اي بي تشتغل معك؟ اي بي اي بي تشتغل معي. اي بي اي بي اوكي اوكي ممتاز ممتاز تمام ممتاز يعطيك العافيه شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. المهندس محمود عبد الرازق اتفضل يا باشمهندس محمود. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. هو البرنامج زي بيلدر المفروض ده يعني تطبيقه في المشاريع بيكون من خلال العميل مش كده؟ وده سؤال اولاني يعني عشان اطبق زي بيلدر على ستيك هولدرز كلهم ومن خلال العميل نفسه ان هو بيفرض ده على كل الستيك هولدرز ان يشتغلوا بسيكونس معين داخل المشروع. وبرضو بالنسبه للمقاول مقاول يمكن يطبق زي بيلدر على شركته بس خاصه بمشاريعه هو بس فقط لا غير بغض النظر على نوع اي مشروع شغال مع اي عميل. ده سؤالين منفصلين يعني. لا لا تمام. في ابلكيشن برضو للزي على اندرويد واي او اس برضو للزي بيلدر. تمام. اول حاجه طبعا هو مش يعني كطبيعه الحال زي ما احنا متعودين على البم ان هو لازم الاونر هو اللي يبقى طالبه. لا يمكن شويه اختلاف الاي بي دي والزي بيلدرز ان هم لا مش مرتبطين من الاونر بيجبر ده. الاونر لو جبر فكله بيمشي معاه وده شيء طبيعي. لكن بالفعل غالبيه الناس اللي حضرتك شفتهم واللي هم بداوا معانا الكلام ده من 6-7 سنين جنرال كونتراكتورز بنسميهم جنرال كونتراكتورز بشكل او باخر. في بعضهم اونرز او بروبرتي ديفلوبر لكن غالبيتهم لا هو بدا بنفسه وشارك معاه السب كونتراكتورز اللي تحتيه ودخل معاه الكونسلتنت اللي بيشتغلوا معاه بشكل او باخر فاصبح الاونر بياخد الريزلت. لما الاونر شاف الريزلت وشاف البروجرس بتاعه بشكل او باخر بدا هو اللي يجبر المشاريع الثانيه بالتشغيل فيه. فاهم حضرتك قصدي؟ فايا كان الليفل بس من ليفل الكونسلتنت او الاونر من ليفل الجنرال كونتراكتور هما طب هو الهوست هيبقى بالنسبه للبرنامج زي ده يعني عشان النقل ومشاركه البيانات فيه هيكون مثلا من العميل ولا مثلا من اللي هو الكونسلت اللي هو يعني متولي الموضوع ده وماسك موضوع الشيرنج مين او يدي معلومات لمين؟ او يعطي المقاولين مثلا. الو سمعت دكتور؟ كده سمعت حضرتك معلش استاذنك تعيد السؤال مره اخرى. اقصد يعني اللي هيكون الهوست او البرنامج نفسه او المسؤول عن البرنامج في اعطاء المعلومات او مشاركه المعلومات مع الاخرين هيكون الاونر ولا هيكون الكونسلتنت للاونر نفسه اللي معينه لاداره الشغل ده مثلا او مين اللي هيبقى متولي ان يصدر البيانات؟ بص ده بفكر اللي احنا كنا بنتكلمه بعيدا عن زي بيلدر بفكر الاي بي دي ان في شيرد ريسبونسابيلتيز ما بين الناس وبعضها على اختلاف الليفل ده بشكل او باخر بالاتفاق. ده هو ايه؟ لو اكتر مين اكتر ناس بتدخل بيانات على السيستم بشكل او باخر؟ هل الجنرال كونتراكتور؟ هل الكونسلتنت؟ الاونر؟ ده بريزنت. ممكن يبقى فيه زي اكسكيوتيف مانجر كده ده ليه علاقه بالاونر لو هو اللي بيجبر الناس وهو اللي بيادمن على الموضوع. لو الجنرال كونتراكتور زي الشركات اللي بنشتغل معاها هي الاونر اوف داتا فهي اللي بتدير الموضوع. فاختلافنا مش بالتاكيد هو مين اللي هيدورها ومين اللي هيكسبورتها لان هو الحجم الداتا اللي فيه وحجم البيانات اللي بتخش هي اللي بتحدد. فاهم حضرتك انا قصدي ايه يا باشمهندس؟ تمام. يعني زي ما كان الباشمهندس بس من شويه بيسال ان ممكن المقاول لو الاونر هو اللي اكبر فالمقاول مش عايز يدخل اسعار
السب كونتراكتورز معايا بشكل او باخر خلاص ما هو يقدر فعلا يدمجها بالنسبه له ويخفي الليفل بتاعه. فكل واحد بيقدر يكنترول على الباب بتاعته هو تمام فاهم حضرتك. بس فالاختلاف هنا لا ده ما فيش فيه مشكله. والشركه الطباخ في مشاريعها هي بغض النظر عن اي حاجه يعني تاخد زي بيلدر ده يشتغل على مشاريعها الخاصه داخل مهنتها وبكل الاقسام بغض النظر عن حجم المشاريع مع اي عميل يعني. اه بالظبط. ليه؟ لان هي في الاخر العميل او الشركه افادتها بالنسبه لها زي ما احنا كنا بنتكلم على البنفيتس فيها ككونتراكتور نفسها ان انا بقدر اقلل الوقت، بقدر اقلل التكاليف بالنسبه لي، بقدر اسرع البيانات بتاعتي واقدر اخد قراري على في وقت سليم. انا ويمكن عشان كده كنا بنتكلم فيها وغالبيتنا اعتقد واجهناها ان انا ممكن البيانات عقبال ما بتجي لي وتتجمع ونقدر نشوفها لو انا كمدير مشاريع او راجل بتاع بروجكت كنترول يونت في احدى الشركات او بي ام اوفيس في احدى الشركات، عقبال ما البيانات بتجي لي وتتجمع وخلافه ممكن تبقى شهرين اللي هي بتاعت شهر 2 انا جات لي دلوقتي، فباخد قرار متاخر اللي هو بالطرق المعتاده. لكن انا دلوقتي الناس في الموقع دخلوا لي قبل ما بيروح بيدخل لي كل البيانات بتاعه الاي ارات بتاعته بتاعت التنفيذ وخلافه. الناس بتوع كل الفواتير، المكتب الفني دخلوا لي كل المستخلصات بلا 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 كل ده. فاصبح انا بالنسبه لي كل البيانات دي كلها انا بشوفها زي ما انا وانا مروح كده على الموبايل بتاعي. اه والله هو النهارده احنا عملنا صبينا الخرسانه قد ايه، كان المفروض نصب قد ايه، لا ده المفروض اشترينا حديد ولا لا، ده انا بكره اصبحت كل البيانات دي زي ما بيقولوا ان اور هاند. وده مش بفكر سيستم عشان برضو نبقى متفقين، هو بفكر ترمينولوجي اللي هي فكر الاي بي دي مع الكلاود مع سيستم هو اللي جمع الكلام ده كله مع بعض. تمام. ويعني ما هو ماليش ابلكيشن على الموبايلات اي او اس او الاندرويد الكلام ده؟ هو بيشتغل اوريدي على الاندرويد والاي او اس. تمام. تمام. العفو تحت امرك. مهندس احمد السطيفي. باشمهندس احمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المانيا وحبيت يعني اعمل مداخلة بسؤال اذا سمحت لي. اول شيء بتمنى لجميع الحضرانين يكونوا بصحة وعافية بهالايام هاي. الله يسلمك يا سيدي. طبعا في يعني اي بي دي في صعوبه حتى عندنا هون احنا بالمانيا بالمشاريع الحكوميه صعب تطبيقه، لان احنا عم نحكي عن مشروع يجمع الكل من البدايه ويكون يعني الكونتراكت موقع من جميع الاطراف من البدايه. طريقه الترسيه والعقود تلعب دور كتير كبير. فانا بشوف انه بالمنطقه العربيه لازم يكون التارجت بالنسبه لك وللتيم اللي عم بيشتغل بتطوير يعني الكونستراكشن اندستري تبعنا هنيك، يكون التارجت تبعهم الاوتوريتيز والاونرز، لان احنا مثل ما تعرف اسلوب عملنا هنيك مع اكثر المشاريع الكبيره تابعه للحكومات. فهذا الموضوع من الناحيه الاولى. من الناحيه الثانيه لازم كل الموجود يعني ما هو اعلان هلا او دعايه للدكتور محمد، لازم هيك بلاتفورم تندعم باي مرحله او اي ليفل بيقدر واحد يدعم فيها، كان تطبيقه بمشروع أو على مستوى الشركة. بس أنا دكتور محمد هلأ لاحظت عندك أنت عم تبدأ بالآي بي دي ربطته بالبيم، يعني نحن أخذنا خلينا نقول تولز واحد يلي هو البيم لو اعتبرناها كتولز أو كونسبت. لما حكينا وأنت تفضلت وحكيت أنه هو عبارة عن أدفانس ليفل باللين كونستركشن أو سميته أنت لين أوبريشن. انا ما شفت تولز التانين من لين يلي بيقدر واحد يضيفها عندك بالبلاتفورم مثل اللاست بلانر سيستم ولا التكت بلانينج، يعني كل هدول بيعملوا ادد فاليو للبلاتفورم اذا وافقتني انت بهالنقطه. اكيد طبعا اكيد. وكلام حضرتك سليم 100% سواء في نقطه صعوبه الاي بي دي بروجكتس بتفصيله الكونتراكتس فيها، وان كان املنا وده الحمد لله اللي نجحنا فيه في خلال الست سنين اللي فاتت ان احنا
مش هنقول جنرال كونتراكت بيضم كل الاطراف، وان كان قدرنا نوصل لاطراف كتير قوي 60-70% من الاطراف المشاركه بالاكتيفيتيز بالريسبونسابيلتيز، وقدرنا نقعد على ترابيزه واحده ونتفق فعلا از شيرد ريسك شيرد ريسبونسابيلتيز شيرد رولز ما بين الاطراف كلها. فبالتاكيد مش هيبقى 100% في الوقت الحالي، وبالتاكيد مش في الشرق الاوسط تحديدا ولا بره الشرق الاوسط برضو، نتيجه زي ما حضرتك بتقول صعوبه الموضوع فيها. وان كان احنا بنحاول نحرك الموضوع لقدام، قدام ده ممكن تبقى خطوتنا بطيئه شويه، بس بنحاول نحركها. والحمد لله من وجهه نظرنا فكر زي ما كنا بنتكلم عن البم من 10 سنين او 12 سنه ان هو اختراع سحري في دول كامله زي الامارات زي مصر نزلت الاكواد بتاعتها، لا خلاص بقى حاجه اكزيستنج. فده املنا فيه ان احنا بنزق فيه عشان يوصل لده، نتيجه ان هو بالفعل بيفرق كتير. هل بالفعل في تولز تبعا للين ونقدر نقول وتولز ولايبرز كتير قوي وبلاتفورم كتير تقدر تسابورت معانا؟ طبعا كتير جدا، بس اكون اكثر صراحه في الاخر زي ما حضرتك قلتها احنا ليميتد ريسورس بدعائكم ودعاء الوالدين فقط لا غير، ليميتد ريسورس بنخبط في اتجاهات فكره ان انا بتكلم على بام اوفر كلاود واربطه ببي او كيو ويحصر لي اوتوماتيك واربطه مع الفور دي او البلان من برايمافيرا واعمله. فده كله بنحاول نوفر ما هو محسوس شويه بالنسبه للناس ومقروء. ثم في النهايه احنا لسه زي ما كنت بقول لحضرتك استخدامنا للاي اي كان من سنتين بالظبط او بدايتنا للتطبيق من الاي اي، فكل ده موجود معانا في التولز فعلا بتاعت اللين. وان كان لسه ما جاش خطوتها بالنسبه لنا، ويمكن اكيد هنبقى سعداء جدا بوجود هذا الجمع ان احنا اوريدي هنبقى اسعد لو اي حد عنده مقترح يقدر يساعد معانا فيه للوصول لحاجه تقدر تفيدنا كلنا، فاكيد هبقى مشكور يا باشمهندس. تمام دكتور. هو بس في كام سؤال في الشات عشان الناس اللي بتكتب، يعني في مهندس مروان بيقول لو حصل تعديل في الجدول الزمني لظروف معينه في الموقع ازاي بيتم التعامل مع التغييرات دي والبرنامج مبني على ترابط البيانات؟ تمام. اي تعديل بيتم في الموقع او في اداره التخطيط في المشروع نفسها فهو بيسمى اوريدي كتايم اند ديوريشن. لو لا قدر الله في اكتيفيتيز بحالها او انشطه بدات تتشال او تتحط، فهو السيستم وبالذات لما يكون مربوط معاها بند من بنود العميل او البي او كيو ايتم اللي احنا بنشتغل عليها، لو هو مربوط بالمنتس من البيم المنتس اللي موجوده عندي وحصل فيها اي ايشيو، فهو السيستم بيقول لي خلي بالك ان الربط ده هيروح، هل انت موافق ولا لا؟ لو هو داس بيبقى اكريد بتبقى هي فعلا الاكريد. لكن لو تم التعديل على مستوى ان هي موجوده بس شفت على الاكشن بشكل او باخر، لكن ما بيفرقش معاه لانه معتاد الابديتس سواء في البروجرس او نتيجه الريليشن بتاعتها وان هي اتحركت بيزد على النتسكاي اللي قبلها، فدي ما بيبقاش فيها مشكله كبيره ان شاء الله. تمام. برضو في المهندس الوليد، هل يقبل كل موديل مفصول مثلا المعماري لوحده والانشائي لوحده والميكانيكا لوحده، ولا لازم كل التخصصات تبقى في موديل واحد؟ بالتاكيد، ودي اللي احنا حاولنا نظهرها هنا، ان انا بالنسبه لي لا، كل ديسيبلين بيبقى شغال سيبريتلي على هيز اون شيرد فايل، وفي الاخر انا كراجل كوردينيتورز او ريفيورز او خلافه بقدر اقول للبلاتفورم على بعضه وريني بقى شكل المشروع كله فيها. وهم طبعا بتبقى نتيجه ان هم مبنيين اون لينك بيست زي ما احنا بنسميها، فهو بيعرضه، لكن عادي جدا هو بيخش مالتيبل ديسيبلين مالتيبل بورتس، لان برضه نتيجه ان احنا
زي حالات غالبيتنا كده بمويين قدام، فانا عارف ان ممكن اوصل لريجون معينه في زون معينه. خلاص انا مقسم الدسب لان الواحد مالتي زون مالتي ريجون وعلى خلافه، بقدر ارفع كل ريجون برفعها وعلى بقسمها از استراكشر بيست اون تري بيز زي ما بنسميه، وهو لوحده السيستم بقول له لما بقف على البيز موديل بتاعه وريني بقى كل الريجونز بكل الزونز دي بكل الفلورز، هو بيقدر يظهرها لي. فلا دي موجوده وشغاله اوريدي. تمام. طيب ايه تكلفه سوري هل في نسخه تجريبيه وازاي نقدر يعني نتدرب على الو اي دكتور حضرتك سامعني؟ كده طيب. في قطع شويه بس تمام. هل في ليا وازاي نقدر نتدرب على البرنامج يعني؟ تمام. هل في نسخه تجريبيه؟ في نسخ تجريبيه، ويمكن طبعا بالتعاون مع بيم اريبيا، فبيم اريبيا ليها هي الشقيق الاكبر لزيبلر، فبالفعل في نسخ تجريبيه، سواء ممكن حضراتكم تبعتوه لي على الميل بجوست البيانات الرئيسيه بس، والاخوه الزملاء معانا بيجهزوا لحضراتكم الاكونتس وبيبعتوها لكم، تبقى نسخه تجريبيه مع حضرتك لمده شهر تقدر تشتغل عليه فولي ديتيلد بالمشروع بتاعك كاملا، وتقدر ترفع عليه اللي انت عايزه. ما بعد الشهر بيبتدي يتواصل معاك الفريق المهندسين، ونقدر نشوف طبعا اهم حاجه بالنسبه لنا هو رايكم فيه وايه اللي نقدر نطوره فيه، ولو هو في اي ايشو نقدر نحسنها مع بعضينا فيه. بالنسبه نقدر نضرب عليه، لينا يوتيوب شانل جزء منها بابليك، وده برضه باشمهندس عمر ما شاء الله ساعدنا فيه على بيم اريبيا برضه، وفي عندنا اليوتيوب شانل بتاعتنا اللي نقدر نشوف فيديوهات فيها، وفي جزء برايفت للشانل بتاعتنا دي، اول ما حضرتك بتفتح الاكونت بتاعك على زي بيلدر بيدي لك لينك هو على البرايفت شانل دي، اللي هو تفاصيل بقى كل موديول شويه بايه المانيوال بتاعه، سواء دوكيمنت مقروءه او فيديوهات توتوريال اليمنتري للبيزك فانكشنز بتاعته. تمام. طيب هل في هل يمكن التعديل من خلال زي بيلدر على الفيرا او الريفت او باقي البرامج، ام يجب التعديل على مشروع من نفس البرنامج اللي هو الريفت او برافيرا؟ تمام. لا، الزي بيلدر مش موديلر صراحة، هو ريفيور وكوردينيتور وكلاش ديتكشن فقط لا غير، لكن ما بقدرش نعدل عليه اللي نقدر نكبرها، والسنين الطويله الريفت وتكلا وبنتلي، وزي ما قلت لحضراتكم شويه احنا مش بننافس واحد من دول خالص، احنا بننتجريت كل دول مع بعض، فلا مفيش تعديل. لكن اول ما بتعدله بره وعملت له ابديت هو اوريدي بيريبيلد الريليشنز كلها تاني وبيرفع الداتا كلها تاني. ده بالنسبه للسؤال. تمام يا دكتور. هو انا اسف يعني قطعنا على حضرتك، بس هو المهندس احمد حلمي. اوكي ثانيه واحده. طيب دكتور معلش، هل ممكن اصدار العناصر ثابت element ID؟ فاهم قصده ايه. هو عايز يحط comments و annotations على ال element بالفيوز. بالفعل بنقدر yes. نقدر نحطها عليها، فبالتالي بتتسيف، ولما الديزاينر بيعمل ابديت بيقدر يكلوز الكومنت ده عليه، وانا بيجي لي مسج لان انا اللي عملت لها انيشيشن، بيجي لي مسج ان الكومنتات بتاعتك دن اون اور 3 دي فيو بوينتس اللي انا مسيفها معايا. تمام. في المهندس مهندس
مهندس عمر سليم. اتفضل باشمهندس عمر. شكرا جزيلا يا دكتور. في مهندس هشام معلش بيسأل، انا اسف للاطاله، هل البرنامج لا معاك على فكره المهم ان يعني بص طول ما يعني اي سؤال او اي ضح للاخوه سواء في الاي بي دي او تفاصيله او حتى البيم طبعا بالعوام، فانا هبقى سعيد طبعا ان احنا زي ما انت كنا بنقولها الحظر عامل فينا شغل، فالواحد ما بيصدق فعلا يدي معلومته بس لحد للاخوه. ربنا يجزاه خير خير ان شاء الله. في مهندس هشام بيقول هل البرنامج يتعامل مع البرنامج ريسك؟ يس، وهل اقدر اتعامل مع اداره من خلاله؟ اكيد، لان العقود نفسها بتبقى داخله بتفاصيلها بالبنالتيز اللي موجود عليها ومربوطه بالبي او كيو ايتم ومربوطه بالبلان اللي جايه من بريمافيرا او تفاصيلها، فكل الايشوز دي بتبقى مترابطه مع بعضها، فبيقدر فعلا تدير الموضوع بشكل كبير جدا فيه، مش بشكل كامل برضو اكون صريح، بس بشكل افضل حالا من البريمافيرا لوحدها او من الابلكيشنز الثانيه لوحدها. اوكي شكرا جزيلا. المهندس خلود او اتفضل يا باشمهندس. مهندس خلود، باشمهندس اتفضل. طيب المهندس كمال الدين مصطفى عايز يسأل سؤال بعد اذن حضرتك. تمام اتفضل يا باشمهندس كمال. الو اتفضل يا باشمهندس كمال. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكمال السؤال اللي كنت سألته في الاول، دلوقتي بالنسبه لمصر هل في مشروعات حكوميه بتخضع للقوانين الحكومية تم تنفيذ المشروعات بالسيستم ده ولا لا؟ لأنه زي ما حضرتك تفضلت بتعتمد على trusted contractors وده مش معروف في النظم اللي تخضع لقوانين الحكومية في المناقصات زي 182 أو 89 وهكذا. إيه إمكانية التطبيق في حالة المشروعات الحكومية في مصر تحديدا يعني؟ شكرا. العفو تحت امر حضرتك. طيب طبيعه الحال طبعا نتيجه زي ما حضرتك بتقول ان غالبيه المشاريع اللي هي اوريدي شغاله بيه كاي بي دي بالفعل هي مشاريع تتبع هيئات حكوميه زي هيئه التنميه العمرانيه تبع وزاره الاسكان او هيئه الهيئه الهندسيه،
وان كان زي ما قلت لحضراتكم في وسط الحوار ان احنا ما وصلناش ل 100% اي بي دي، بس وصلنا 70% اللي هو ايه كونسلتنت مع الجنرال كونتراكتور، جنرال كونتراكتور مع كل السب كونتراكتورز بالتعاون مع احدى الكونسلتنت اللي فيها. فكره ان انا فعلا ما اقدرش ادخل المشاريع الحكوميه بقى اكيد، وفي اي زي ما كان الباشمهندس لسه بيتكلم من المانيا نفسها ان هي صعبه، فعلى الاقل الاونر بشكل ما ما اقدرش ادخله، لازم يختار فعلا وينزل مناقصه او خلافه، بس دائما بمبدا ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني عشان الاي بي دي ما دخلش في المشاريع الحكوميه فيه، طب ايه المشكله؟ خلاص انا هشتغل فعلا واجيب الاستشاري اللي معايا اللي هيجهز لي المناقصه وانزلها واطرحها واختار الكونسلتنت، بس على الاقل الاستشاري لما بينزل ويحصل الدراسه ما بيبقاش مطلع لي الشوب درون والسبيكس بليفل اوف ديتيل 300 و400، بيبقى متفقين ان هو كونسبشوال سكيماتيك بشكل كبير، واول ما بترسى المشروع بيكمل معايا. طب خلاص يبقى ادخل الجنرال كونتراكتور بعوانه زي ما بيقولوا معايا من اول اللحظه دي نبتدي نبروسيد فيها. دي في حاله فعلا المشاريع الحكوميه 100%، لكن في مشاريع مثلا اتفضل. في فكره برضو ان ممكن يعني برضو القانون بيسمح بحاجه انه بيعرف الاول مين الناس اللي هم الانترستد بارتس بالموضوع وبيطرح عليهم بيانات او تصميمات مبدئيه وياخد ارائهم في الايه في التنفيذ او ارائهم في الماتيريال المطلوبه او السيستم اللي ممكن التصميم يشتغل على اساسه، وبيعيد غربله المقترح الاولي اللي هو الجهه الحكوميه طرحتها الاول بناء على مقترحات الايه الانترست بارتس دول، وبعدين بناء عليه بيبتدي ايه يعيد الطرح مره ثانيه بشكل نهائي على اساس الناس تبتدي تقدم اسعارها. فكده اوريدي المقاولين عرفوا الموضوع وهم ذوي خبره في السوق اكتر حتى من الاستشاري بتاع المشروع، وقدموا مقترحاتهم والمالك خدها وغربلها ورسى على وضع نهائي للمشروع. بعديها بيبتدي يطرح مناقصه عاديه جدا وبتبقى ايه بترسى على المقاول المناسب طبقا للقانون اللي هو اصلا بيبقى مساهم من الاول في المقترحات بتاعه ايه كيفيه تنفيذ هذا المشروع على اكمل وجه. ده ممكن يكون نوع من مشاركه المقاول من البدايه. طب بعد كده خلاص بقى ايه، لا ما انا بقول لحضرتك يعني بناء على القانون الحالي ده يعني في حاجه اسمها مناقصه ذات المرحلتين، دي احد الطرق الاستثنائيه طبعا مش الطريقه الاساسيه. طيب بعديها يبقى لما تمت الترسيه خلاص بقى المقاول اوريدي هو انفولفد من الاول في دراسه ووضع مقترحات، يبقى هنا ممكن يبدا التطبيق زي ما حضرتك تفضلت، بحيث يبقى ايه يبقى اول لحظه دي مش من اول لحظه بالظبط، ده بعد ايه ما تم طرح مقترحات وتداولها مع الانترست بارتس اللي المقاول وهو واحد منهم بس ما كانش لسه ايه رسيت عليه المناقصه. طب بعد ما رسيت خلاص بقى هو كده اوريدي متداخل في فنيات الايه التصميم بتاعه المشروع، ويقدر يبقى ايه جزء من السيستم ومتفاعل معاه من ايه من بعد شويه كده من بدايه المشروع. ده رايي يعني. لا لا لا، وده طبعا ان وجد بقى يعني في القانون طبعا حضرتك قدر موجود يا فندم حاجه زي كده. لا ده اعتقد يبقى شيء ممتاز جدا، لان هو زي ما انت ما حضرتك بتقول ان هو شارك في البدايه وحط النوتيشن بتاعته وما بعد دخل في المرحله الثانيه، فهو برضو علينا الكيرف بتاع الكومن نوليدج اللي احنا كنا بنتكلم فيه من البدايه، فده بحد ذاته هيفرق كتير قوي في الاوبريشن والبري كونستراكت والكونستراكشن بتاع المشروع، فده في حد ذاته يبقى جاز فعلا ان بدانا نطبقها بشكل ما. بس برضو مع مراعاه ان الطريقه دي القانون نص عليها كاحد الطرق الاستثنائيه، انما الطريقه الاساسيه هي ما زالت برضو المناقصه العامه اللي هو المقاول ما بيعرفش الموضوع الا بناء على الاعلان، يعني بيكون الاستشاري مع المالك سبقوه في تداول المعلومات والدراسه والتصميم والى اخره، بحيث ايه ان هو جاست ان هو بيدخل على الموضوع بعد الاعلان كما هو في الوضع التقليدي. انما طريقه المناقصه ذات المرحلتين دي ده استثناء القانون الجديد اللي هو 182 سنه 2018 سمح بيه،
بس على اساس ايه؟ انه لو المعلومات بتاعت المالك لو المعلومات المالك مش كافيه او مش بالتفصيل الدقيق نتيجه الخبره المالك مش زي خبره المقاول، لان المقاول شغال بمشاريع مماثله بقاله فترات طويله او عدد من كبير نسبيا من المشاريع، فهو اقدر ان هو يدي الاراء بتاعه الماركات التجاريه وطرق التنفيذ والنوعيات الخامات والمواصفات الفنيه اللي موجود فيها ممكن تفاصيل بيبقى اكثر خبره. طبعا ده في حد ذاته لو فعلا قدرنا ان هو يبقى متواجد بناء على هذا القانون في المشاريع التخصصيه يبقى ده اول خطوه لفكر التطبيق فعلا الاي بي دي في مصر عندنا هنا. وحضرتك القانون الحالي اللي هو طبع 182/2018 بيسمح صراحة بمثل هذا النوع من المناقصات، وكل ما في الأمر إن المالك اللي هو جهة الإدارة الحكومية إن هي بتقول إن إحنا هنطرح بالطريقة دي بعد ما تاخد مثلا موافقة معينة إنه هيستثني من المناقصة العامة يشتغل بالمناقصة ذات المرحلتين، وده قانون يعني أول مرة القانون الجديد بيسمح بمثل هذا النوع من طرق الطرح، يبقى كده الموضوع ماشي قانوني كمان. زائد ان المام الاستشاري والمالك بمقترحات المقاول بيخليه بقى في الطرح النهائي مبني على اسس واقعيه بناء على خبرات المقاولين اللي هم انترستد بالموضوع. فده يعني ده تطبيق كويس، بس هو يعني القانون بيعتبره استثناء وليس القاعده الاساسيه. هي دي بس النقطه. يا مسهل ربنا يكرم ان شاء الله بالكونس. شكرا حبيبي. تاني يا دكتور، في هل بيدعم نفس خصائص البيرم 36 سي في ده المهندس مروان بيسال؟ بيدعم نفس الخصائص بتاعت البيرم 360 في ار جزء كبير بالفعل، يعني في حاجات بنزيد عليها كمان فيها، وفي حاجات تلية طبعا هم بشكل او باخر قدروا يتعمقوا فيها بشكل رأسي شوية، لكن العموم احنا متطابقين بشكل كبير، وان كان زي ما انا قلت لحضرتك في اثناء الحديث ان البيم 360 هو مركز قوي في الفكرة بتاعة البيم فيو والكلاود ديتكشن، وكان الحمد لله هم اول نسخه نزلوها من بيم 360 كان اول 2018 في دوس يونيفرسيتي، احنا اول نسخه كنا نزلناها كان في 2015، بس احنا كان اللي فارق معانا هو تطبيق البروجكت على بعضه وليس تفصيله موديول معين او شاشه معينه فيها، وان كان في حاجات بالفعل احنا متوافقين مع بعضينا فيها. تمام. تاني يا دكتور، في سؤالين، في سؤال خاص بتكلفة البرنامج كام، وسؤال تاني ما هي المدة التقريبية يستغرقها البرنامج حتى نستطيع البدء بالتنفيذ واستفيد بالمعلومات الناتجة منه. تمام. طبعا بالنسبة لتكلفة البرنامج ما فيش اي سر فيها ولا حاجة، هي النقطة بس ان هو على حسب انهي موديولز كل شركه بتبقى انترست فيها، وعلى حسب عدد الافراد اللي هيشتغلوا فيها، لان بما ان هو كلاود فليه ليميتد سايز بعدد المشاريع بالكلام ده، لكن هو في الاخر هو بيقاس بايه اللي احنا محتاجينه من كل الموديولز دي وعدد المشاريع اللي بنشتغل بيها، عشان دي بتبقى فرقه في السايز، ثم عدد اليوزرز. على حسب الثلاث اسئله دول السعر بيبقى مباشر وما فيهوش فيه مشكله يعني. السؤال اللي بعد كده باشمهندس محمود، ما هي المدة التقريبية التي يستغرقها البرنامج حتى نستطيع البدء بالتنفيذ والاستفادة منه؟ تمام. ان احنا بنغل بكونسبت معين، احنا مش بندرب الناس، احنا بنشتغل اون بارلل معاهم، يعني احنا من اول يوم شركه اكس جت عايزه تطبق الاي بي دي وتطبق استخدامات النكست بام دايمنشنز بالنسبه لنا والكلام ده كله، فمن داي 1 المهندسين بتوعنا احنا اوريدي شركه استشارات هندسيه
وإدارة مشاريع. فمن دي وان بنبتدي نجهز مع الناس على طول ان احنا بنستوعب الداتا معاهم وبنشوف الداتا ستراكشر اللي هما بيشتغلوا بيه وايه الورك فلو وخلافه. بنبتدي مش بندرب الناس، لا احنا بندربهم لايف على ادخال البيانات والمشاريع وايه الاوتكم اللي بيطلع وايه الريبورتات. فبكتير وفي خلال شهر بيبقى الناس عملت حاجتين، دخلت بيانات اول مشروع وفي نفس الوقت اتدربت عليه هو. لان الفكره كلها مش بنتدرب على برنامج عشان نبتدي بعد كده نشتغل على اول مشروع، لا هو من داي وان المهندسين بتوعنا، ودول مش مهندسين سوفت وير، دول عادي مهندسين مدني وبلاننج ومكتب فني اللي شغالين اوريدي معانا، بيبتدوا يشتغلوا كانهم عضو من اعضاء التيم، ايا كان في اداره البدن، ايا كان في اداره التخطيط، في اداره المكتب الفني، في اداره الاداره الهندسيه، في كل الادارات دي هو بيبقى واحد معاهم، واحد عضو بيشتغل معاه. بس الفرق ان هو بيشتغل وهو بيوري له الداتا دي. فوزن شهر تقريبا الداتا بتاعت المشروع بتبقى كلها دخلت بنسبه مثلا 60-75%. الشهر اللي بعده بيبقى خلاص قدرنا الناس نفسها هي اللي بدأت تكفر الكلام ده لوحده اوتوماتيك. فبنفضل مع بعضينا ماكسيمم فترة 3 شهور بتبقى البيانات كلها والناس كلها اشتغلت عليهم، وبيفضل دائما الدعم موجود، الدعم الهندسي وليس الدعم الفني. الدعم الهندسي ده هو اهم نقطة بالنسبة لنا، لان بالتأكيد زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي في تفاصيل كتير في الإدارة وفي الكالتشر وفي التيم وورك وفي التيم ستراكشر نفسه وفي تركيبة مين بيدخل ايه وايه ريسبونسابيلتيز بتاعت مين، دي كلها شوية يعني نقدر نسميها حاجات إدارية وهندسية بعيدا عن الحاجات التقنية. فردا على السؤال، from one month of starting نقدر نشوف الداتا بتاعتنا جاهزة. تمام. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني، وربنا يجازي حضرتك خير على المعلومات القيمه دي ان شاء الله، وان شاء الله في انتظار حضرتك في سلسله قادمه يعني تشرف. تمام، الف شكر لحضراتكم طبعا على الدعوه كبيم اريبيا والمشاركه في المعلومه، هو ده في حد ذاته الهدف الرئيسي، ويمكن انا سعيد بوجود مع هذا الجمع الطيب، وربنا يبعد عننا كل سوء جميعا ان شاء الله ويفكها علينا جميعا من هذا التعب. اللهم امين. امين يا دكتور. امين يا دكتور، شكرا جزيلا، وان شاء الله محاضره مسجله برضو هتترفع على الناس ان شاء الله يقدروا يراجعوها تاني ويدققوا فيها ان شاء الله.